قدمت إدارة نادي زاخو الرياضي مدرب فريقها الكروي الجديد صالح راضي لوسائل الإعلام، والذي سيكمل مهمة تدريب الفريق في منافسات الدوري العراقي الممتاز، بعدما توصل كلا الطرفين لاتفاق يقضي بتولي المدرب الذي يملك باعا طويلا في الدوري المحلي قيادة الفريق على أن يبقي الفريق ضمن مصاف دوري الأضواء. المعلومات اللي راح أخذها من كابتن حيدر وكابتن أحمد وربما أحد الأشخاص عنده أيضا معلومات راح نكون منفتحين على الجميع، يعني أي فكرة راح نأخذها ونقبلها ونعمل باللي نقدر عليه من أجل الهدف الوحيد اللي أنا مخليه الآن البقاء في الدوري الممتاز. لا مستحيل مع كرة القدم، هو ما ذكره المدرب الذي سجل قبل 11 موسما إنجازا ذهبيا بقيادته للزوراء لنيل درع الدوري الممتاز، مثل ما ذكر إنه مدرب مغامر ويرغب بالتحدي في المهام التي أوكلت له منذ قرابة العقدين ونيف، مناشدا جماهير النادي بضرورة مساندته في هذا الظرف وكذلك الإدارة بالتعاون من أجل البقاء ضمن فرق الكبار. لا شيء مستحيل في كرة القدم، ممكن أنه يعني بالتعاون وتضافر الجهود ممكن أن نخلق شيء جديد اللي على حد إمكانيتي كمدرب أكاديمي ممكن أنه أطور مستوى اللاعبين في فترة يعني من شهر إلى أكثر من شهر، يعني اختصاص نقدر نقول أنه صالح راضي اختصاص في الظروف والمهمات الصعبة، لكن وحدي ما أقدر، لازم الإدارة لازم الجمهور. المدرب الجديد تجول في ملعب زاخو بصحبة رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ملقيا التحية للجمهور مؤكدا على دورهم، هذا وسيبقى حيدر عبيد ضمن الجهاز التدريبي لفريق زاخو كمدرب مساعد لراضي إلى جانب مدرب حراس المرمى أحمد فتحي. مدرب إلى خبرة ماخذ دوري مع فريق جماهيري، نتمنى أنه يكون موفق، وهذا طلب من عندي بالنسبة لي للإدارة، لأن أعتقد أنه الفريق يحتاج أنه إلى مدرب اسمه أفضل من عندي، خبرته أفضل من عندي، يقدر أنه يغير يعني المنهاج التكتيكي للفريق أو عنده معرفة أفضل من عندي. المدرب صالح راضي هو المدرب الوحيد الذي تولى قيادة الأندية الجماهيرية البغدادية الأربعة الزوراء والشرطة والقوة الجوية والطلبة، مثلما سجل رباعية ثانية في محافظات إقليم كردستان بقيادته لفرق أربيل ودهوك والسليمانية إضافة إلى زاخو. عمار ساطع، الحرة، زاخو.